بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا النهاردة هنتكلم عن مساحة العمل أو الورك سبيس. مساحة العمل هي المساحة دي اللي حدودها دي كده. طبعا ممكن تكبر باللي انت بتصغر الحاجات التانية كده، تمام، سواء دي أو الجانبية دي، أو تقفل الايرور ليست تحت. دي المساحة الجانبية بيفتح فيها الملفات على شكل تابس. لو فتحت ده كده هيفتح على شكل تاب او لسان جديد، تمام، او ألسن جمع لسان. طيب هتلاقي هنا، لاحظ ده جنبه نجمة، ولو فتحت ده مثلا مش هتلاقي جنبه نجمة. ايه الفرق بين النجمة دي؟ النجمة دي من الاخر بتقول لك خلي بالك انت عدلت على الملف ده ولسه ما حفظتش. لو انت جيت ضغطت حفظ، خلي بالك ده حفظ، حفظ الملف اللي انت فيه بس. واحد يقول لك ايه ده مكان هنا نجمة وهنا نجمة، انا ضغطت حفظ بس، حفظ الملف اللي انا فيه بس اللي هو ده الاكتف او النشط، الملف النشط، فبالتالي دي اختفت. قال لك لان هما الاتنين ملف واحد، لما تحفظ ده هتحفظ ده. مش احنا قلنا الملف واحد او الفورم الواحدة عبارة عن مكان بيظهر للمستخدم ومكان بكتب فيه الكود جوه، صح؟ اتفقنا يا اخوانا؟ بس لكن لو انت مثلا يعني لو انت فتحت الماي بروجكت عدلت مثلا خليت دي 4 مثلا، يس، تمام. لاحظ هتلاقي هنا في الفورم او مثلا عدلت انا هنا مثلا عملت اي شيء كده، لاحظ ده وده عليهم نجمه، بس ده معلوش نجمه لان انت عدلت هنا، الاثنين مرتبطين اصلا ببعض. الاثنين مرتبطين ايه ببعض؟ لاحظ ده بيعمل حفظ للكل بقى. لو انت عندك اكتر من ملف، تمام، ما حفظتهمش، تضغط كنترول شيفت اس او الزرار ده، حفظ للكل، بيحفظ كل الملفات اللي انت عدلت عليها وما كنتش ايه، ما كنتش حفظتها، تمام. طيب تمام يا اخوان، يبقى اتفقنا ان دي مساحة العمل. مساحة العمل بتنقسم لقسمين، قسم مرئي اللي هو ده او قسم التصميم بيسموه الديزاين ده كده، وفي قسم كتابة الكود. قسم مرئي اهو اللي هو مرئي يعني ايه، او اللي انت من خلاله بتتعامل مع الفورم، ومن خلال الفورم بتحط الادوات بتاعتك وبتنسق الادوات بتنسيق معين زي ما ناخد فيما بعد، تمام. وفي نوع تاني بقى طريقة كتابة الكود اللي هي بيسموها البرمجة، ده اسمه التصميم. الجزء ده هنا التصميم، اللي انا اجيب زرار هنا احط صورة، اغير لون الزرار، اغير لون الخلفية بشكل معين، اغير الحجم، تمام، زي ما ناخد في التنسيق بتاع الايه الادوات ان شاء الله. لكن هنا بتعامل مع كود كتابة، برمجة من الاخر. هنا الجزء البرمجي، سيبك بقى من الايه، ايه فورم واحد دي وايه الديكليريشن ويعني ايه نيو ويعني ايه فاينلايز ويعني ايه مثلا لو في مثلا بوتون ده ضغطت عليه، يعني ده كده مش هنتطرق له الوقت، احنا دلوقتي بنشرح في الجزء اللي احنا فيه بس، تمام. طيب خلي بالك بقى من الجزء ده. هنا لو احنا فتحنا اكتر من ملفات كتير ممكن اتنقل من خلالهم ده، بمعنى انا فاتح مثلا 20 ملف، فبالتالي 20 ملف هنا هيظهر لك ال 20، يعني المساحه دي مش هتاخد 20 ملف، فبالتالي 20 ملف بيعملوا ايه؟ بيزوروا جنب بعض جنب بعض جنب بعض. ممكن تتصفح بينهم عن طريق الايه؟ الزرار الصغير ده، بيديك ببساطه ليست او قائمه بالملفات اللي انت فتحتها طبعا، وكل ملف فيه مسار. لاحظ لو انا وقفت هنا ظهر لك المسار تحت في الهنت البيضه دي، تمام، قال لك سي يوزرز، المسار كله بتاعه. اتفقنا يا اخوانا؟ تمام. دي ببساطة ورك سبيس او مساحة العمل. طيب زي ما اتفقنا ان دي الايه، البروبيرز هنتكلم عنها ان شاء الله. في عندنا طريقة بسيطة بقى للايه، للتعامل مع الحاجات دي، ان انت ممكن تقدر تخفي الجزء ده،
زي التول بوكس، لاحظ اوتو هايد كده يختفي، يا دوبك تفتح تستخدم اللي انت عايزه اهو كده الكونتينرز، تشيل مثلا تحط البانل اهو، او ضغطت انت خلاص ترسم البانل بتاعتك. وهنا كذلك في السوليوشن اكسبلور والبروبرتيز، تفتح البروبرتيز تخلص اللي انت عايزه تقفل. بس بصراحه دي بس احنا ممكن نستخدمها بس عشان انا بسجل على ابعاد صغيره تمام، وفي نفس الوقت مكبر الشاشه، ف براحتك ايه اللي انت تشوفه مريح بالنسبه لك اعمله تمام. اهم حاجه نوصل لنفس الايه النتيجه. طيب تمام، ده كده حاجه برضو اتعلمناها. طيب اللي بعد كده يا اخوانا، نرجع تاني برضو لمساحه العمل، هي الكود. ازاي اوصل للكود؟ ده له كود وده له كود وده له كود تمام. لاما تدخل عن طريق الكود زي ما قلت لك اف 7، وخلي بالك وانت في الكود عايز ترجع للديزاين شيفت اف 7، مفيش هنا شيفت اف 7، يبقى في السي شارب بس تمام. ما علينا، هتضطر تفتح الملف من هنا، لو هو لو فرض انت قفلت ده، تفتح الملف من هنا دبل كليك اهو كده، او تمام هنا فيو ديزاين، يعني لو ده مقفول كده فيو ديزاين، لاحظ يفتح لك الديزاين. انت كده في وقت التصميم، تصميم الادوات، احنا قلنا الفورم الواحد بيبقى له قسمين او جزئين او مكانين تقدر تعمل معاهم التصميم، وهو الشكل ده. خلي بالك دي فورم، ما تقفلش من هنا، ممكن تغير حجمها، تغيير حجمها هنا بيغير حجمها وقت التشغيل، يعني بيغير بيتم التأثير بالفعل عليها اهو، لاحظ حجمها اتغير. نقلت انت مكان الزرار كده، حطيت الزرار هنا، شغلت عملت ستارت، تلقائي نقل لك الايه الزرار اهو مكانه اهو، وصلت يا اخوانا تمام. يعني اي حاجه بتتم في الديزاين بتعمل. طيب امتى بقى بيتم تنفيذ الكود؟ هي دي مهمتنا بقى اللي احنا جايين هنا عشانها، اللي احنا اصلا عاملين الدوره كلها عشانها، هي تعليم البرمجه. امتى بيتم كتابه البرمجه؟ فين يا اخوانا؟ هنا في الجزء ده، الجزء الايه، الجزء ده كله، جزء ورك سبيس مقسوم لايه، لجزئين، جزء خاص بالتصميم اهو الديزاين، جزء خاص بالفورم. على فكره انت ممكن تبدل مكانهم، ممكن تجيب ده مكان ده كده تمام. طيب يبقى اتفقنا، جزء خاص بالتصميم وجزء خاص بالايه، بكتابه الكود. اتفقنا يا اخوانا، وجزء خاص بايه، بكتابه الكود. انا مش عايز اتطرق دلوقتي ل لكتابه الكود، علشان هدخل في حاجه اسمها ايفنتس والكلام ده، فما ينفعش اشرحه قبل ما اشرح، لازم اكون قبلها شرحت ان شاء الله الايه البروبرس. هنقف على كده ان شاء الله، نكمل الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.